زواج ما عندنا زواج. الله 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 الله، وش ذا الكلام يا خال؟ اللي سمعت، الواحد قبل ما يتقدم البنت الناس ينظف روحه قبل. الله 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 الله، وش قاعد تقول انت يا خال؟ وش ذا الكلام تقول يا خال؟ وش انا مسوي؟ جاك العلم، اقضب الباب الله يستر علينا وعليك، اقضب الباب. وش الموضوع يا خال؟ فهمني وش الموضوع. شوف انا ماني طالع من هنا الا تقول لي وش الموضوع. زواج ما عندنا زواج، قايل لك طلابه هي. طيب ليش؟ خلاص يا اخوي، حنا شاورنا وهونا، تبي شيء انت؟ اي بس خال، يعني لا مؤاخذه، يعني بنت موافقه وانا موافق. ومن قال انها موافقه؟ ها؟ مو بموافقه، يعني قصدي مو بموافقه، يعني اقصد ان هي ما عندها مانع، وانا الحقيقه بدوري ما عندي مانع. المثل يقول يعني البط من الوزي عوامي. اسمع اسمع اسمع، خليني يا نورا. اي نعم سعد. تعالي أبعطيك نورا وتفهمي معها. ايه خذي هذه، تقول من اللي كانوا معك في السياره وقصه طويله، قولي لها انه انت امي. الو هلا فاتن. ايوه يا فاتن، انا والوالده كنا مع اخويا سعد في السياره. حتى انا ترى ما صدقت. ابدا، ريحي بالك. طب والوالد؟ ابد يا فاتن، لا ينشغل بالك، ترى كل شيء وله حل. والوالده تبي تكلم امك ويشرحون للوالد المفهوم الغلط. ان شاء الله خير. اعد علي الموضوع. اشوف بعيني ذي طال عمرك. جعلها ياكلها الدود ان شاء الله. اها اشوف. وش شفت بعد؟ شفت سعد اللي انت وصيتني علشان الاحكم. شفت ايوم اخلص علينا. أيوة. أمس اي ساعه؟ على صلاه الظهر. اقول الله يصلحك، تاكد قبل ما تحكم على الناس. اللي شفت هذولا امه واخته اللي مع سعد. لا حرمتين بعيني ذي. ابوي جعل عينك تخفص ان شاء الله. ادرف هناك. الله اسمعني زين يا سعدان. سم طال عمرك. أول شيء تحجبها. تامر أمر طال عمرك. على الرأس والعين يا طويل العمر. ثاني شيء فله لحالها. أبشرك يا طويل العمر، مستأجرينها وفرشناها بعد. ثالث شيء راتبها 2000 منه لأمها. بس يا طويل العمر، يعني شلون نبي نعمر الفلة؟ رابع شيء العرس سكيتي، والمهر 100,000، ترجيع مهنة ترجيع، وظيفة ما تترك الوظيفة. اي ان شاء الله ان شاء الله يا طويل العمر. بس يعني 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 بعد اذنك يا طويل العمر، انا عندي اقتراح. اسلم. يعني انا اقول يا طويل العمر، لو نخلي المهر يا طويل العمر 80,000، ويجعلك ان شاء الله تصير ذخر لنا والناس كلهم يا طويل العمر، والباقي اللي هو 20,000 هذه يا طويل العمر، لعل وعسى تخدمنا في مصاريف العرس يا طويل العمر، يجعلك ذخر. أقول يا سعدان. سم. أحد غاصبك على العرس؟ أحد طاقك بعصا؟ أي نعم طال عمرك. من هو؟ أمي طال عمرك. أقول لها تقول لي ابن الوزي من البطي بطبوطي. عارف يا فاتن، أنا سعيد. سعيد بطريقة لا تتخيلينها. يعني أصبح لي زوجة، أصبح لي بيت، أصبحت رجل مستقر، عندي 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 مقر، يعني بعد سنوات من الشتات والصعلكة أنا سعيد، فعلا أنا سعيد. بس عندي شوية يعني يمكن ملاحظة صغيرة، يعني اسمك فاتن حاس إنه يعني يدعو للشمئزاز. عفوا أنا صريح، أوكي يعني نحب بعض. بس أنت ما وعد أحد؟ لا والله ما وعد أحد، بس يمكن واحد من الجيران جايبين نزاله ولا شوفي فاتن، الحب بالنسبه لي شيء عظيم، شيء كبير. يمكن ما صار في مجال اعرفك على شخصيتي. انا رجل قوي شخصيه، و يمكن مو عصبي لكني متسلط يعني من صغري وانا ربنا رب خلقك بهالطريقه تقول لا. سبحان الله. لكن حكون سعيد معك. طيب ممكن تقوم تشوف من على الباب وبعدين تكمل كلام؟ شوف الحب ينسيك حتى من اللي طق الباب. أنا سعيد.
السلام عليكم. عليكم السلام. خلصتوا؟ خير يبا، ايش عندك؟ ما ادري الحقيقه بيك في موضوع، بس ممكن ندخل من داخل. والله يا اخوي الحقيقه يعني لا جيت لا بوقت، يعني لا باذن، وتوني جاي من الدوام. ما هي مشكله، ندخل داخل نتفاهم. سم؟ ندخل داخل ان شاء الله نتفاهم. تفضل. تفضل. تفضل يبا. الله يسلمك. حياك الله. يسلمك. اي نعم. طب ورا ما ندخل بعد شوي من داخل. لا يا اخوي الحقيقه الكاكاو والبسكوت والقصص دي كلها خلصت. اخلص يا اخوي، عطني اللي عندك. ابد الله يسلمك، بس الحقيقه وانا اخوك ماني بشوفك تصلي معنا الجماعه في الظهر، ما ادري. ايه على اخ موظف؟ لا والله، لكن ادور ان شاء الله على قريب، يعني ان شاء الله واحد من الربع موعدني، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. الحقيقه انا موظف وزوجتي مدرسه. ما شاء الله، اجل كم تستلمون؟ والله على 14 15. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. فاقول لك الحقيقه انا موظف، وصلاه الظهر اصليها في الوزاره جماعه. بارك الله فيك. الله يسلمك. اي بس مدام كذا، ما انا بس حبيت اتاكد الحقيقه. لا لا لا، جزاك الله خير والحمد لله. ما عرفت الاخ. انا الحقيقه واحد من جيرانكم من هنا، يعني ها قريب من هنا. من هنا او ما ادري، بظاهرنا من هنا. الله العالم انه من هنا، لاني ماني متاكد. نعم من هنا. نعم نعم. حياك الله يبا. حياك الله. طيب اقول انا ما يعني توك ساكن. اي والله الحقيقه انا ما صار لي فتره. اجل بس حتى خل الاهل يزورون اهلنا، واذا ترى عاد ما ادري هم هنا ولا من هنا، لان ما ادري انا. ما هي مشكله، ما هي. انتم وش واجهتكم انتم؟ احنا واش شرزيه غربيه. شرزيه غربيه ما ادري وين في احنا. طيب. بس انهم تعالوا لنا تكفوا، احنا بنجيكم ان شاء الله ونتزاور ونشوف بعض. حق واجب. الله يسلمك. الله يسلمك. ساعة مباركه. في امان الله. الله يخليك سلمك كلامك والله. يلا تحييك. سم. السلام عليكم. عليكم السلام. لا انا نسيت الحقيقه اسالك، هو في احد ساكن جديد تو في الحاره عندنا؟ والله الحقيقه ما ادري، انا توني جاي وساكن جديد الحقيقه. زين المهم تكفى، لا تنسى الاهل خلهم يجونا. ترى انا عاد ما ادري هو احنا في ذا او منا، ما ادري وين. وانتم وش واجهتكم؟ احنا شرزيه غربي. شرزيه غربي احنا، ما ادري. المهم انهم عاد يسالون. طيب طيب طيب. حياك الله. في امان الله. هلا ومرحبا. يلا تحيي. ساعة مباركة. هلا. نعم يا ابوي. السلام عليكم. عليكم. انا نسيت يعني اسالك، توصي على شيء؟ لا الله يسلمك يبا. مرة. لا تنسى الاهل خلهم يزورون. جزاك الله خير يبا. حياك الله يا اخ محمد. الله يجزاك خير ويثيبك ان شاء الله. جايك اليوم في موضوع جارنا الجديد. خير وش فيه؟ ابد سلامك، انا صليت انه وياه اليوم المغرب، وترى الرجال يشتكي منكم ويقول انكم ضايقينه. هذا واجبنا والدين النصيحه. الله يجزاك خير يا أخ محمد. حتى ولو كان الرجل على خطأ ما، فيجب أن نتروف الأمور أكثر. والرسول عليه الصلاة والسلام وصى على سابع جار. خير إن شاء الله، خير إن شاء الله. السلام عليكم. هلا خير ان شاء الله. خير، بس هذا وش هو فوق اللي فوق؟ الله يصلحك ويجزاك خير. وش اللي وش؟ ما تقول لي هالشراع هذا وش لزومه؟ اي هذه عشة حمام. اقول خليك وراي، ها لا تضيعني. أنا قايل شايف بعيني هالثنتين اللي جعلوا مدود. هيا عاد وش مسوي؟ مرة من المرارير. ايوه كنت أنا يا جماعة في جار جديد توه ساكن في الحارة. وين فين؟ وين فين؟ وراي وراي.